وحين أطرقت في التفكير قلت ترى إن هذا العصر اليهودي وهم سوف ينهار إن ملكنا اليقين. هكذا قال نزار قباني في قصيدته المعروفة والتي وصف بها كفاح غزة وأطفالها، وقبله تضامن العديد من الشعراء العرب والمسلمين مع الشعب الفلسطيني بالأبيات والقصائد. قاتل الآن يا ابن غزة سيفا سله الله في وجوه الجحافل. هنا في مدينة صنعاء أقام الشعراء والأدباء اليمنيون فعالية تضامنية تحت شعار غزة منارة العزة، تخللها إلقاء القصائد الشعرية والكلمات الأدبية لشعراء وأدباء من مختلف محافظات اليمن. يا ويح يهود من حرب قتلاهم فيها لا تحصى. فعالية اليوم رسالة جميلة قوية قدمت لنا على الأقل لمن سيرانا في أي مكان من العالم العربي. فعالية اليوم صحيح صغيرة لكنها جميلة هادفة معبرة، استطاعت أن تنقل بعض مشاعرنا، بعض فعلنا، بعض حبنا وتقديرنا لهؤلاء الناس الذين يضحوا من أجل الحرية. كانت الفعالية رائعة، ومجموعة من الشعراء والكتاب والإعلاميين الكبار تكلموا عن فلسطين، عن غزة، هذا الجرح العربي العظيم النازف، لكن كل الكلمات وكل القصائد لا تساوي قطرة دم تسقط من طفل أو من طفلة تقول لأمها هل ستؤولون بي إلى المقبرة، وهي ترى أن جراحها كبيرة. الشعب الفلسطيني، أقول هذا الكلام دائما، لا يمكن أن يموت. 20 جيشا على أعقابها نكصت لأن قادتها خدام باديني. وحين أطرقت في التفكير قلت ترى دم العروبة ما تركيبه الجيني. جاءت الفعالية بتنظيم من مجلة أقلام عربية وبمشاركة ملتقى كيان الثقافي، خط فيها المشاركون أروع القصائد التي تحمل في طياتها تضامنا مع المدنيين في غزة، وآسفاً على عجز الحكومات العربية إزاء الإبادة الجماعية وآلة القتل الإسرائيلية المستمرة في قتل الأبرياء الفلسطينيين. وجهت قصائد هذه الفعالية لتحية غزة وصمودها ولفت النظر إلى المعاناة الكبيرة، مع المساندة، مع إعلاننا من خلال الشعر بأننا معهم وأننا شيء واحد. فمن هم في غزة اليوم هم نحن، ليسوا إخواننا ولا أصدقاؤنا ولا رفاق درب، من هناك هم نحن. العرب يعني كلهم عجز لأسباب كثيرة، لكن هؤلاء القلة الذين استطاعوا يحرقوا رابع جيش في العالم والجيش الذي يقول أنه الجيش الأخلاقي في العالم، أحرقونا نحن، أحرقوا العالم العربي. فرسالة اليوم من أجمل الرسائل، أتمنى أن نراها في كل فعالية وفي كل مكان. مع كل ما يجري من أحداث دامية في غزة، يمكن للكتابة أن تكون متنفساً للكثير من الأدباء للتعبير عن تضامنهم، إيماناً منهم بأنها وحدها في الوقت الراهن التي تستحق الحضور في قصائدهم. فغزة مدينة لم تعرف يوماً سوى الصمود، ولم تنشد يوماً سوى السلام. لك يا قدس السلام.